قانون المالية 2021 جاب إجراء جديد كيهم الأشخاص المهنيين تابعين النظام الجزافي أو الفورفي. هذا الإجراء كيعوض النظام الجزافي بالمساهمة المهنية الموحدة CPU. هذا التغيير جاء لجوج الأهداف مهمة: تبسيط المساطير، بمعنى غادي يسهل الطريقة ديال التصريح والخلاص ديال الضريبة، الاستفادة من التغطية الصحية. وباش تفهموا أكثر، ها كيفاش كانت الحالة شحال هادي. كنتي شحال هادي كمهني خاضع للنظام الجزافي ملي تيجيك إشعار بالخلاص ديال الضرائب كتخلص الضريبة على الدخل والضريبة المهنية المعروفة سابقا بالباتونت ورسم الخدمات الجماعية. دابا شنو هو الجديد اللي جاب قانون المالية 2021؟ هو أن هاد الضرائب كلها غادي تجمع في ضريبة واحدة واللي رجعت سميتها المساهمة المهنية الموحدة CPU، وغادي يتزاد عليها واحد مبلغ إضافي مخصص للتغطية الصحية اللي غادي تستافد منها أنت وعائلتك. إذن ابتداء من هاد العام، عوض ما تديكلاري الضريبة على الدخل قبل فاتح مارس كما العادة، غادي تديكلاري المساهمة المهنية الموحدة ديالك قبل من فاتح أبريل 2021 في موقع المديرية العامة للضرائب tax.gov.in. وهذا العام الاول غادي يتم بصفه استثنائيه التصريح على المطبوع الالكتروني مملوء مسبقا من طرف الاداره، وغادي تخلص بوحدك بلا ما تسنى حتى اشعار بالخلاص. وراه عندك الاختيار، اما تخلص الضريبه ديالك دفعه واحده قبل من فاتح ابريل 2021، او تختار تديها على 4 ديال الدفعات قبل نهايه شهر مارس ويونيو وشتنبير ودجنبير 2021.